الكل بيسأل يخيي كيف الوضع الاقتصادي بلبنان منه منيح إذا كل المطاعم والمقاهي والملاهم فولة وما فيك تفوت بلا حاجز. طيب القصة وما فيها، إذا جينا حسبنا أنه بلبنان في 4 مليون لبناني، إذا اعتبرنا أنه 5% منهم بيظهروا بيطلعوا 200 ألف شخص، وهذا العدد كافي أنه يعبي المحلات بالمناطق المعروفة بالمطاعم والسهر واللي هي معدودة مثل بيروت والبترون، وهذا ما حسبنا أعداد المغتربين اللي بيجوا بموسم الأعياد. وبحسب خبراء الاقتصاد قدروا معدل الصرف للفرد الواحد 15 دولار بالظهرة، ما يعني على 30 يوم 450 دولار بالشهر، وبالتالي مع دولرة معاشات القطاع الخاص أصبح الفرد قادر يحط هذا المبلغ بالشهر على ظهراته. وبحسب الخبراء أيضاً أنه تبييض الأموال بعزز اقتصاد الكاش وبالتالي بيزيد نسبة صرف المصاري، بس ما ننغش لأنه اقتصاد الكاش بيعزلنا عالمياً. هذا كان الاقتصاد بدقيقة.